لازم يراجعوا نفسهم شويه، لانه نفس الحالات اللي بيطلعوا يحللوها وبالمصادفه، ما اعرفش اذا كانت دي بالمصادفه ولا بالاتفاق، كلها خاصه بالنادي الاهلي. الحق اللي بيهدروه للنادي الاهلي في تحليلاتهم بعضهم مش كلهم، لان واحد زي الكابتن احمد الشناوي الحقيقه والكابتن ناصر عباس تحليلاتهم اتفقت مع الخبراء الاجانب، بس بقيه الناس حاجه غريبه جدا. ده اللي خلى احنا مش بس رايحين نجيب حكم اجنبي يحكم بالصفاره ويحكم في الفار، ولا نجيب خبير اجنبي يدير لجنه الحكام، بقينا بنجيب خبير اجنبي يحلل حالات الحكام. بصوا الواقع اللي احنا وصلنا له ليه. الزميل ابراهيم عبد الجواد الحالات المختلف عليها في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري بعتها لاحد خبراء التحكيم الاجانب، الحكم الارجنتيني اوراسيو اليزوندو. اوراسيو اليزوندو لو قلت لكم بس يكفي ان انا اقول لكم ده الحكم اللي حكم فاينل كاس العالم لما طرد زين الدين زيدان في النطحه اياها. انتم متخيلين حكم فاينل كاس العالم بعت له زميل ابراهيم عبد الجواد وعنده مباراه الاهلي الصرامه والشجاعه دي عنده في فاينل يطرد لعيب مهم زي ده. نشوف الزميل ابراهيم عبد الجواد. واستحدثنا فقره هتكون موجود معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه من ملعب اون مع واحد من الحكام العالميين وهو هوراسيو اليزوندو. ده حكم فاينل وافتتاح كاس العالم 2006 الحكم الارجنتيني الشهير. احنا سالنا هوراسيو اليزوندو على ثلاث لقطات فقط لا غير، ان شاء الله بعد كده هيكون معانا الشرح بتاعه صوت وصوره. سالناه على الحاله الاولى، الحاله الخاصه ب ركله الجزاء حسين ركله الجزاء يحيى عطيه الله، فبعت لنا الرد بتاعه كالتالي: اتفق مع معيار عدم احتساب لمسه اليد حيث ان لاعب الفريق الاخضر اللي هو الاتحاد السكندري قام بركل الكره على ذراع لاعب الفريق الاحمر دون ان يقوم الاخير باي ركله باي حركه اضافيه، بالاضافه الى ذلك لا يوجد خلف لاعب الفريق الاحمر اي خصوم يمكن ان يستفيدوا من الكره، مما يعني ان هذه الحاله لا تسبب تاثيرا. طيب اليزوندو الارجنتيني لابراهيم عبد الجواد مفيش ضربه جزاء ضد الاهلي، وكره يحيى عطيه الله مش ضربه جزاء، ده راي الحكم الارجنتيني. ابراهيم فايق بعت نفس الحالات هو الاخر لخبير التحكيم الانجليزي مارك هالسي، نشوف قال له ايه. وجايب لك دلوقتي حالا اهو خبير التحكيمي الانجليزي مارك هالسي البالغ من العمر 63 عام من حكام الدوري الانجليزي في الفتره بين 99 ل 2013، حكم دولي من 2000 حتى 2006، حكم نهائي السوبر الانجليزي 2007 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، ونهائي كاس الرابطه في 2008 بين تشيلسي وتوتنهام. طيب هل هناك ركله جزاء للاتحاد السكندري؟ الاتحاد طلب بركله جزاء بداعي لمسه يد على يحيى عطيه الله في الدقيقه 14، ولكن لم يتم احتساب شيء من حكم المباراه. ماذا كان رد الرجل؟ قال الكره ارتدت من المهاجم الى يد المدافع والتي كانت في وضع طبيعي يتناسب مع مجريات اللعب في تلك اللحظة، لا يبدو أن هناك تعمدا لاستخدام اليد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها لمسة يد متعمدة تستوجب العقوبة. إذن الرجل يرى أن الكرة مش ضربة جزاء على النادي الأهلي، إذن هو يؤيد قرار حكم المباراة، هو يؤيد قرار حكم المباراة ويرى أن الاتحاد السكندري ليست له ضربة جزاء. الإنجليزي هالسي يؤيد قرار الحكم أن دي مش ضربة جزاء ضد الأهلي، وأليزاندرو الأرجنتيني يؤيد نفس القرار. خالد الغندور حب يدور على حد تاني، قال لك نروح لجمال الشريف، يمكن جمال الشريف يجيب التايهة وندبس الأهلي. نشوف كرة هجمي لصالح فريق الاتحاد، كريم ديب لاعب رقم 18 الاتحاد يرفع الكره من حدود خط التماس باتجاه عمق منطقه الجزاء. تصطدم هناك لا تذهب الكره باتجاه لاعبين هما ايمانويل لاعب الاتحاد الاسكندري ويحيى عطيه الله الذي كان يقف الى يمين ايمانويل. الكره هنا تصطدم بالارض قريبا على بعد حوالي 5 ياردات من كلا اللاعبين المتنافسين. طبعا الكره لعبت من مسافه بعيده، فاذا يجب هنا ان نتوقع
بان اللاعبين لديهم رؤيه كافيه ووقت كافي لتنسيق حركه جسمهما وبالتالي التعامل بشكل صحيح مع المنافسه على الكره. الجانب طبعا هنا عندما تصطدم الكره بالارض هناك بعض المتغيرات، طبعا اذا كانت الحاله مكشوفه وتم الاصطدام بعد ذلك بعد ان صدمت الارض وارتدت وذهبت اتجاه اليد فيتحمل اللاعب مسؤوليه لانه الوقت الكافي لتلافي عمليه تمسك اليد. المشكله هنا بان هذه الجزئيه هي الجزئيه المهمه التي اثرت على القرار، وهي ان الكره بعد ان اصطدمت وارتفعت كان هناك لاعبان كما ذكرنا ايمان ويل وكان يحيى عزيز الله. هنا ايمان ويل ثبت بقدمه على الارض وقام برفع قدمه الاخرى في محاوله لعب الكره التي لم يصل اليها. هذه اللحظه هي لحظه ترقب بالنسبه ليحيى عطيه الله، هي لحظه ترقب فهو لا يستطيع ان يفعل شيئا يستعد لكنه لا يستطيع ان يدرك هل يستطيع اللاعب مهاجم الوصول للكره ام لم يصل الكره، وبالتالي لديه بعض التصرفات لكنه لا يتصرف بكامل لانه حذر لانها قد تتغير الكره او قد تلعب وهكذا. اذا بعد ذلك الكره تابعت مسارها دون ان تلمس قدم لاعب الاتحاد السكندري وتابعت مسارها باتجاه اللاعب يحيى عطيه الله. هنا الزمن قصير لتدارك، هنا اصبح عامل المفاجاه هي تدخل ايمانويل والمنافسه على الكره ومحاوله الوصول اليها وكاد ان يصل اليها، هذا عمليه الترقب تجعل اللاعب الاخر بحاله حذر. هنا نعود، هل اليد كانت في وضعيه طبيعيه تتناسب مع الوضعيه الفيزيولوجيه التشريحيه للتنافس على الكره في مثل هذه الحالات؟ كانت فعلا يد طبيعيه تتناسب مع الوضعيه. الجانب الاخر يعني لم تكن تجعل الجسم اكبر ولم تكن متنافيه مع الوضعيه التشريحيه. الجانب الاخر بان هل اللاعب بعد ان تجاوزت الكره وهي متجهه باتجاه يحيى عطيه الله، هل قام بفعل بحركة إضافية متعمدة باتجاه الكرة لإيقافها؟ أيضا لم يحصل، وبالتالي طبعا عملية اللمس حصلت واللاعب أيضا حاول كل وهي عامل مفاجئ نتيجة انتظاره لإيمانويل الذي حاول تنافس على الكرة، حاول أن يعيده إلى الخلف لكنه لم يكن لديه الوقت الكافي لذلك، لمست الكرة أيضا، إذا هو لم يبحث عن لمس الكرة باليد واليد بعد ان صدمت وصلت الكره الى الاعلى كانت هناك منافسه. اذا يا كابتن جمال قرار سليم عدم احتساب الكره ضربه جزاء 100% كده برضه. كابتن جمال ما كانش العشم، اصل كابتن جمال ما اكتفاش زي هيلسي وهوراسيو الارجنتيني وهيلسي الانجليزي بانه في توصيف سريع ده شرح ما فيش ضربه جزاء عشان ده شرح ودرس علم التشريح وعلم الحركه والميكانيكا ويعني انه مفيش عشان يعمل ايه الراجل عشان يكون مقنع اكتر من كده. فالحقيقه ده ما وهو ما حدث في ماتش الاهلي وزد. على فكره نفس المفارقه في الاختلاف بين اراء الحكام الخبراء المصريين عن الخبراء الاجانب الثلاثه برضو في مباراه الاهلي وزد بتتكرر وبتتعاد. عشان كده الخبير الاجنبي المهندس هاني ابو ريده عازم على استخدام خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام